في نيويورك يطلع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا مجلس الأمن على حصيلة جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف في جلسة لا تزال مستمرة حتى الآن. وحول هذه الجلسة معي من نيويورك الزميل نبيل أبي صعب مراسلنا من هناك. تفاصيل هذه الجلسة وبعد هذه التقارير، ما هي التحركات الأممية القادمة فيما يخص الأزمة السورية؟ نعم مروى، أهمية هذه الجلسة أن المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا سوف يحصل على دعم من مجلس الأمن لعمله وللمفاوضات الجارية في جنيف التي يديرها دي مستورا، والتي قال إنه توصل في الجولة الأخيرة التي انتهت قبل يومين إلى إنشاء آلية تقنية تتألف من خبراء يمثلون أطراف المفاوضات. مهمة هذه الآلية هي البحث في الشؤون الدستورية والقانونية، إذ أن جولة المفاوضات الأخيرة ركزت على مسألة إعادة صياغة الدستور أو تعديل الدستور. وفي هذا الشأن شدد دي مستورا على أن كل الأطراف موافقة أو مجمعة على رفض الدخول في مرحلة فراغ دستوري قبل انتهاء العملية السياسية. وهذا يعني من الناحية العملية أن الدستور القائم في سوريا الآن سوف يبقى المرجعية إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي، ومن ضمنه مسألة الدستور الجديد أو شكل الدستور الجديد. وهذا الأمر سيتطلب عملا تقنيا، سوف تقوم الآلية التقنية التي أنشأها ببحث هذا الجانب. وفي تفاصيل أن خبراء دستوريين وقانونيين سيمثلون كل الأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف، وأن هذه الآلية سوف تعمل وفق دمستورة ليس فقط أثناء الجولات التفاوضية بل أيضا خلال أو بين الجولة والأخرى. وبالتالي هذا الأمر سيعني أن دمستورة قد وضع سكة البحث في التعديلات الدستورية موضع التطبيق، وأن مهمة هؤلاء الخبراء سوف تكون البحث في التفاصيل التقنية وليس السياسية في شأن الدستور. وأكد أن هذه الآلية لن تكون بديلا عن عملية المفاوضات، ولكنها سوف تكون مسهلا للجانب الدستوري في هذه المفاوضات. أشكرك نبيل أبي صعب مراسلنا من نيويورك.